احيا مصر. طيب نتعرف بيكي وشايفين بقى الحماس وقد ايه الجاليه كلها بتساند السيد الرئيس. النهارده يوم خيالي وامبارح كان يوم جميل جدا، كلنا جايين من جميع الولايات واقفين ورا بلدنا ورا القياده السياسيه ورا رئيسنا، ربنا يحميه ويحمي بلدنا، واحنا معاك اليومين كمان يا ريس وبنحبك يا ريس. تالت مره اجي واشنطن لان دي تالت زياره لسياده الرئيس، بندعمه طبعا. هو نقلنا حته تانيه حلو قوي، احنا كانوا بيقولوا علينا عالم تالت، النهارده العالم كله بيشتكي من الحاله الاقتصاديه بعد كورونا وبعد كل الحرب اوكرانيا وروسيا، ولكن رئيسنا رفع راسنا فوق. يعني تخيل دوله عالم تالت كانوا بيقولوا علينا كده، وصمدنا وبنعمر وبنبني. كل الناس دي جايه تقول له بحبك يا ريس وبندعمك، وتحيه يا مصر، تحيه مصر بيكوا كلهم. انا بحب الرئيس السيسي وهو عمل عشاننا كتير، وكفايه ان هو وقف قدام يعني الجبل وبايده وبايد ربنا، ربنا انقذ مصر وربنا يديمه امال وستر لمصر. جايه واشنطن يعني لمده 3 ايام، ويعني بيحصل ده في الوقت اللي انا فيه حاجه طبعا تخليني مبسوطه قوي وفيري براود من كل حاجه. يعني احنا شعورنا ما تتوصفش، زي ما انت شايف حضرتك كلنا من جميع الولايات، نيجيرسي، نيويورك، من كل حته جايين نحتفلوا بالسيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا وراك يا سياده الرئيس، وراك والله العظيم في اي حاجه. وي سبورت ايجيبت، وي سبورت السيسي، وي سبورت ايجيبشن ارمي. تحيا مصر.